الدراجة هنا بالمركب الرياضي المغرب الخامس تكون مهمة جدا على المستوى الرقمي وكذلك على المستوى المعنوي. تابعة الكرة كان تسديد تابعة الكرة هدف جميل هدف أول باصة للاعب سفيان سعدان اللي كيتمكن من تشليفة إلى الطريق يوسف مرشيد بطريقة ولا أجمل ولا أروع. سفيان سعدان اللي تحدث عنه لاعب سابق لفريق فنية رائعة سفيان سعدان سفيان بجديدة في المكان المناسب يضع الكرة في شباك الحارس أشرف هلالي معلنا عن هدف تعادل لفائدة فريق الرجاء. لاحظوا من جديد هنا العرضية محاولة إبعاد الكرة بطرف يوسف شيدا. سفيان بجديدة في المكان